إذن مشاهدي قناة شفت، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. طبت مدينة الدار البيضاء ومرة أخرى جيت عند الأخ ديالي، أنا كنعتبره في مثابة الأخ ديالي، خويا محمد. محمد ياك خويا محمد ضحية من ضحايا الخصامات ما بين الوالدين. فمحمد كيبغي يوجه رسالته للوالدين، عافاكم ما تبقاوش تضاربوا قدام الأبناء ديالكم. محمد ضحية ديال الأب ديالو، محمد الأب ديالو كان كيعنف الأم ديالو، فمحمد ما قدرش انه يبقى يتفرج فشنو المآل ديالو، مسكين هرب للشارع. الشارع حتى هو مجموعه من الامور، كنعرفوا الانسان ملي كيعيش في الشارع كيعيش وسط الحرب، حرب بكل ما تحمل الكلمه من المعنى، وسط الاجرام. محمد كانوا كيستغلوه واحد العصابه، محمد تهوز واحد 10 سنين ديال الحبس ولكن انتقم من راسه وضرب وجهه كامل. محمد دابا كنشوف الدموع، انا غير تكلمت محمد الدموع هابطين ليه من عينيه، دموع الحقره، دموع ديال معنا القحره والحقره اللي وليت عايش انا دابا في هاد الزنقه. وليت عايش الحقره؟ عايش بزاف. شنو طرا قبيله مع مول الطاكسي؟ راه مول الطاكسي قبيلتي وقفت عليه، طلعت معاه للطاكسي، تاني شاف فيا قال لي انا ما سنستش بحال هاد النوع هذا. مول الطاكسي قال لك ما كنتش ما سنستش بحال هاد النوع هذا. اش من نوع غيهز؟ راه القلب، القلب واش فيه؟ زاد شوي، زاد عند حدايا، ركب جوج ديال الناس اللي هما كلهم اييه ركبهم. جاوب خويا العزيز. الو ليلة. انا داير اللايف اي لايف، ادخلي دابا مع اللايف تاعي كمل لي خويا العزيز، كيفاش قالك ما كانش هذا النوع هذا؟ كيفاش حسيت بواحد درتي الوضع؟ ما تقبل، ما شنقول لك، واحد الوضع تقبلته اللي هو قمعني، واحد بحال اللي قمعني بزاف، حقرا بحال انا شنو انا؟ انا بغيت نعرف راسي غير شنو انا؟ واش انت مجرم؟ انا مش بغيت نعرف راسي، واش كاين شي واحد خصهم المغاربه تيسبقوا على خوهم المغربي؟ انا بغيت نعرف هذا الشيء، وانا شنو ندير هذا النداء هذا؟ شنو وصل هذا النداء هذا واخر مره؟ ايضا انت صحاب الطاكسيات، شنو بغيت تقول لهم؟ اصحاب الطاكسيات انا صحاب الطاكسيات تنوصل الرساله للناس المسؤولين الكبار يعرفوا هاد الناس ديال الطاكسيات، هاد الناس ديال الطاكسيات كل تيبغيو يهزوا اللي بغاو ويخليوا اللي بغاو، انا علاش انا واش ماشي من حقي انا نطلع في طاكسي؟ ماشي من حقي نطلع في طاكسي، ماشي علاش؟ واش انا غير وجهي ضارب وانا ما طلعنيش؟ ضربتي وجهك الاسباب عادي؟ الاسباب ضربت وجهي انا اسباب، انا كنت تحت انزاف ديك الاسباب ديالي انا اللي غنضرب بها وجهي، كرك ماشي تضرب وجهك، كرك انتحرتي، كرك قتلتي راسك. انا عشت وضعيه قاسيه بزاف. فكرت في انتحارات بزاف، وحد الان مازال تنفكر في انتحار. علاش مازال كتفكر في انتحار؟ علاش صافي ما انا ما بقيتش حامل نقدر نزيد نعيش في المغرب. هاد الحياه هادي ما بقيتش باغي نزيد نعيشها. الى نولي نعيش انايا مدلول، ولي نعيش مدلول. عيش مدلول ولي نعيش في الحقره. ولي نعيش بزاف ديال بزاف ندير السلبان شنق راسي نمشي نرتاح ديال الربح مشي عند الله سبحانه وتعالى انتحاز هادش محمد لا اله الا الله محمد رسول الله قول استغفر الله العلي العظيم استغفر الله مازال عندك خوتك المغاربه محمد ضحيه ديال الوالدين شنو كان كيطرى ما بين الوالدين في الصغر ديالك اللي عمرو غادي تنسى خويا محمد عمرو يتنسى يعني الام ديالي كان قبيح كان قبيح بزاف با الاب ديالي كان قبيح كان مبليب بالغبراب بلي باقراص المهروسه بلي بالشراب الله يعفو عليه ولكن داكشي اللي كان تيدير الام ديالي وداكشي اللي كان تيدير اللي قدامي وانا قاصر امري ننسى انا كاين شي واحد اللي تيقول لك الاب ديالو الله يرحمه انا من انا تنقول له الله يرحمه ولكن ما تنقولش مقلب انا الام ديالي تنرحم عليها الرحمه وتنقول لها الله يرحمك يا امي والله يوصل لك هذا الرحمه ديالي اللي وصلها لك في ودنك ولكن الاب ديالي ما ساهلش تقول له تا بابا ما ساهلش تقول له تا با ما ساهلش تقولها له لهالدرجه حقد عليك حقد حقد بزاف علاش دمرني في حياتي كامل دمرني وليت بزاف قدام بنادم اللي سوا ولي انا راه تنطيح الدموع هادو خوتي باش نوصل لكم واحد الرساله باش تنطيح الدموع باش تنسعى تعاونوا معاه باش تنسعاو قصه للعبره انا تنطيح دموعي ديال القلب ديالي اللي عايشه انا راه ماشي تنطيح دموعي باش حقات تعطيني ولا ما خصني حتى شي حاجه انا في هاد الدنيا انا ما خصني حتى شي حاجه انا تنوصل واحد الرساله اللي الام والاب راه شنو راه اللي تدير شي حاجه راه تخرج على ولادك وتدمر ولادك تدمر ولادك بزاف انا الام انا الاب ديالي كان تيدخل الشراب تيدخل الدريات للدار تيدخل الدريات قدام امك قدام امي قدام الام ديالك تهضر الام ديالي تضرب فاش كانت كتهدو واش كان كيدير لها تيضربها انا الام ديالي اول ما هضرها تيشير عليها بوطه عامره الراس ضربها بوطه الراس الله 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 ضربها بوطه الراس الله يرحمها دارت مش قاسك الدم ما خرجلاش من راسها ولات عاوتاني دوز ولات قالت لها اه بقى دارت الشيء هذا اللي تدير
الولد عندنا قصير وراه تصور انت تيدخل الدريات العرب بزاف سكراني شبعاني شراب شبعاني الغبره شبعاني كلش قرقوا بو تيدخلوا ما درس معاه الام ديالي الثانيه شدها ضربه بموس لوجهها خسرها ضربه بموس لوجهها عمرت نساك ديك اللحظه ديك اللحظه انا طحت وحطيت وجهي على وجه ديالها الدم تيسمل ولا دم صافي لغدا يمي غنخرج للصنقه خرجت للزنقه الغد لي الغدا مع شي 5 الصباح عن نفس ماما جات من الطبيب عن نفسها قلت لها ماما غنخرج ماما مسكينه ما عيني لا حتى تبكي ما قالت لي لا خرج ولا بقى صافي خرج لي لحد الان ده واخا ام ديالك اخر كلمه كانت بينك وبين اخويا العيد هي ديال الزياره جات عندي الزياره جات عندك الزياره بس عندي الزياره مسكينه بقات جالسه معايا شنو قالت لك؟ كانت حاسه بانها غتموت صافي ناض سلمت عليها تما خارجه ولات رجعت بست لي يدي قلت لها ولدي انا راضيه عليك الدنيا وما فيها مشات مسكينه مع عند الله جاني اتصال ديال الام ديالي توفت تقريبا الام ديالي اللي تحزنت عليا واللي سمرت نفساني ومرت تعقدت نفساني واخا فاش قالك الام ديالك توفات وانت في السجن ما حضرتيش لها الجنازه ديالها ما حضرتيش لها لحظه الدفن ديالها مشيت لعند اداره مشيت لعند المدير ديال المؤسسه قلت له استاذ الله يجزيك بخير انا ما عندي لا صوابق لا شي حاجه هي اللي عندي في هذه الحياه ما عندي لا صوابق لا ما كاينش هذا الشيء كامل ما كاين ما احسن من الام ما رحموش كيش اللي رحمك عشت الحنان بزاف ولا خاص بحالك عاش انا عشت القهره وعشت الحقر اكثر من الحنان انا الناس كانت تعيش في الحنان انا تنعيش في القهره واخا كيفاش تستغليت يا خويا محمد فاش خرجتي الزنقه استغليت شي وحدين استغلوني مثلا فاش استغلوك جاو السلام خويا كذا بقيت حيت انا تشرد الزنقه مع الزنقه تحمل اي حاجه صغير قصير ما عندك اي حاجه تستغلها دخلوا لي واحد الدار اللي هو داك الدار تيديروا فيها الخمر هما وتبس عطاهم لي الخمر اللي هو انا مازال قاصر خرجوا تيديروا جرائم هما تيديروا جرائم انا غادي معاهم تيلي قالوا لي لا وقفوا علينا رجال الشرطه قول لهم انا حق هادو اخوتي كبار ديني للدار هما تيديروا بس انا هكاك صافي الزنقه ما تشديش نهار اللي تشديت انا طحت ب 10 سنين حكموا علي 10 سنين عطوني في عمري 16 عام عطوني 10 سنين خرجتي على 26 سنه خرجت صافي خرجت دخلت للسجن السجن راه القوه تياكل الضعيف راه بنادم يبغي بروطي فيك بغي يبنى بزاف د الحوايج راه باش تجيب البليه ديالك هكا راه خص بنادم يخدمك شي واحد واقيلا من السجن من مثل الام كيش لاجه عندي واقع منين توفات الوالده خويا محمد والناس كيجيو عندهم الزياره والديهم ما كيبقاش في الحال انا راه شان نقول لك انا ما كرهش انا بنادم تيقول لي تجي الورقه تيقول لي حق ماما راه جات عندي الزياره حسن تندخل حاشاك للطواليت نبقى نضرب راسي نبقى نتفكر شي حوايج ندمت عليهم بزاف ندمت عليهم بزاف هادشي هذا انا راه كنت تعرضت لانتحارات كنت نق من هنا حاولت تنتحر ذبحتي راسك بغيت نذبح راسي صافي عارف القبر ديال الام ديالك فين كاين ما عرفهاش ما عارفش العائله والو ما عرفت شي واحد عندي الله سبحانه وتعالى وعندي واحد من الناس مقهور مقهور بزاف فين كتعيش دابا واش عايش في دار باش الناس اللي تيعاملوني هما اللي تيعرفوني تيعطوني من كيخافوا منك واقيلا كيشوفوك كيهربوا ضروري حاجه باينه كاين ناس نعتذرهم ديك الناس اللي تيخافوا مني تنعتذر منهم تنعتذر منهم علاش تنعتذر منهم هما اللي خصهم يعتذروا منك انا خوتي راه ماشي لخاطري داير هادشي في راسي انا راه الظروف ديالي واللي وصلتني والله ياخذ الحق في ذاك الاب اللي دمرني ولا خرج عليا في حياتي الله ياخذ فيه الحق عمرك تسامح ليه عمري سامح له الدنيا ولا اخر قتلك نقدر نقول قتلك قتلني وانا حي دمرني وانا حي قتل الام ديالي عقدني في نفساني وانا حي قتل الام ديالي وقتل لي الام ديالي وانا وليت نعيش واحد النفسانيه بالزنقه وليت نعيشها بزاف علاش وليت نعيش واحد النفسانيه بزاف بالزنقه انا زعما بغي نوصل هذه الرساله للناس المسؤولين الكبار يعرفوا حيت انا ما مجرم ما شفور ما سديت شي حاجه خصهم يعرفوا هاد الناس هادو علاش انا ما طلعتش طاكسي علاش ما طلعتش طوبيس عليها شنو هو السبب الناس مجرمين الناس ما نعرف علاش انا شنو انا راه ضحيه ديال با ماشي ضحيه ديال شي واحد مش شي هذا كامل اللي ياخذ في الحق لا لا الاب ديالك خرج عليك دموع القهره ولا دموع نقدروا نقولوا الدموع يمكن بعد مرات ما تقدرش تخرج الدموع وكتبكي من الداخل كتفكر بالام ديالك الله يرحمها كم بيرك سالتي ماما ما طيحش في هادشي انا نشكي كانت مازال ماما ما تسيبنيش في هذا المشكل هذا بزاف
الضرابي اللي في وجهك. سميت في هذا الضرابي هادشي على راه شتي تكون رجع بك شدنا شويه هاد النهار. شوف خارج مع والدي عايش بخير. علاش علاش المنكرش انا سنخرج نمشي انا بلاصه زوينه ونمشي مع ماما نمشي مع خوتي نمشي مع عائلتي. علاش علاش واش انا بغيت نعرف واش المغاربه واش انا يهودي حاشا واش انا شنو واش بغيت نعرف. محمد كنشوفوا بعض الاطفال اللي خارج الشارع مشردين والزنقه خايبه ولا ولا الزنقه الزنقه قبيحه قبيح. الزنقه قبيحه بغيت تقول لهم من هذا المنبر هذوك الزنقه الولد قاصر خارج الزنقه عنده ظروف علاش خرج الزنقه. سيب عنده مشكل مع بابا سيب مشكل عنده في الدار سيب مشكل بزاف عمر سيب ماما مطلقه ومجوجه مع راجل بزاف د الحوايج راه بنادم تيخرج للشوارع الزنقار ماشي الخاطره ماشي الخاطره بنادم تشوفه هكا في الزنقه تقول هذا موسخ لا راه الدنيا الدنيا والزمن هي اللي رجعته موسخ راه الوقت والدار موسخ راه اش ميكراش مسكين القاصر بنادم في عمره 11 عام ميكراش يبقى مع ماما في الدار علاش ولكن السبب هي اللي خرجته للزنقه والسبب هي اللي خرجته للبليه والسبب هي اللي خرجته للتشرد. شنو بغيت تقول للوالدين اللي كيضاربوا قدام ولادهم؟ انا سنبلغ لهم هذه الرساله هذه ومازال تنقولها ومازال ان شاء الله مازال الوالدين الله يرحمكم الوالدين حاولوا الابناء ديالكم ما تدابزوش حداها ما تدابزوش هكا تدمروا ولادكم راه العبره ديالكم راه العبره انت راه الا كانت الام قبيحه يكون الاب مزيان كل الاب قبيح تكون الام مزيانه. ثم استعطيني واحد الرساله لهاد الشباب اللي طالعين دابا هادشي تيديروا الجرائم فعلا ما في جرائم راه ما منوش اخوتي حتى شي حاجه هادشي هذا تقلب على الحبس مفتوح لاي واحد الطبيب مفتوح لاي واحد اي حجم ولكن نهار اللي تقلب على راسك اخويا تسيب راسك تدمرتي وزيد اصلا انت تدمرت راك دري ولكن تدمر شكون اللي غتدمر معاك هي ديك اللي كانت حامله بك 9 شهور الام الام هي اللي كانت حامله بك الاب الاب حسبه ما كاينش كنحسب الام راه الام راه هي كلشي ما نكرهش انا راه ما نكرهش نشوف الام ديالي نخرج معاها راه تيشوف عباد الله خارجين مع والديهم تتسقهر وخي مازال بكيت اصلا بكي مقلبي علاش انا فقدت انا فقدتهم وانا مازال صغير بزاف بحال والديا ما عشتش معاهم انا كاع ما عشتش معاهم انا والديا ما عشتش معاهم اذا جيت نضرب حساب وقيله والديا عايش معاهم شي ربع خمس شهور ولا ست شهور ما عشتش لا مشاكل ما عشتش معاهم النهار اللي بديت تنحل جبرت راسي عايش في واحد الحبس في واحد قهرة. بزاف قهرة قهرة بزاف و محمد ما كرهتيش حتى شي حاجة الضراب هذو اللي في وجهك ما كرهتش ما كرهتش انا نولي بحالي بحال عباد الله تما انت انا غادي في الشارع وجهي حمر بحالي بحال الناس وراه ربي ربي كبير محمد كاين اللي تيتشفاو فيك تيتشفاو فيا بزاف كاين اللي تيتشفاو فيا اه كاين اللي تيتشفاو فيا وضحكوا عليا وبزاف د الحوايج كاين المجتمع كيرحم ولا ما كيرحمش؟ المجتمع راه ما تيرحمش اخوتي جاوب امي جاوب امي. الو السلام عليكم. لا اله الا الله. الو السلام عليكم. لا اله الا الله. ضاع. سهلة. الحمد لله. الله يسهلها الله يرحم الوالد عالم بغير الله آمين آمين كيدعيو معاك الناس بلا تيبقى معايا خويا العزيز هما غيسمعوا الصوت ديالك دابا الله يجازيك بخير واخا خويا الناس كيسمعوك تفضل هذا الميكرو دابا انت انا بغيت نقول على الاخوان المتابعين والمتابعات بان السي محمد هو ابن من ابناء مدينه فاس بوم ودائما انا نقول لكم ما تشكموش على الظاهر ديال الانسان لان الصرائر ولان الداخل ديال الانسان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. السي محمد كتسمعني؟ تسمعك اوس انا بغيت نذكرك وما ربما غادي تذكرني في كورونا في كورونا العام الاول ديال كورونا انت كنت معتقل في بوركاين وانا هو السيد اللي كنت معتقل معاكم وكانوا دايرين لي كانوا عاطيني العزله وانت كنت ديك الساعه كتفرق الماكله وكنت كتضيق في الكوزينه وكتدوز للدراري الماكله عقلت؟ انا هو السيد اللي كان عندي الحياه وراني كنت جالس غير بوحدي شكرا بزاف وراه بالضبط
هلا عليك شكرا. محمد رسالة الناس الأخيرة شنو تقول؟ رسالتي للناس، أنا راه ماشي مجرم. أنا ماشي مجرم أخوتي. راه أخوك مغربي عادي. أنا ماشي مجرم. وتنوصل رسالة لهاد الناس هادو اللي تيتشفاو في عباد الله واللي تيضحكوا على بيت تبلا وبهذا الشيء. اللي تشفيت بلا. اللي تشفيت بلا. وشكرا بزاف عليكم. شكرا للمتابعين وشكرا لشوف تي في. تنشكروا الطابلو ديالها بزاف. الله يفرج عليك. امين. انا معاك ان شاء الله غتوقف على رجليك، انا كيف ما قلتها غادي نوفي بها. شكرا. مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما تبعتوا معنا هذه القصه ديال محمد، ضحيه ديال الوالدين اللي ضرب الوجه ديالو بسبب امور عائليه، وبسبب امور عائليه خرج الزنقه وطرم الزنقه ودوز 10 سنين ديال الحبس، وهو في الحبس توفات الام وتوفات الاب، فبقى كيعيش تشرد بسبب هذا الشيء، ضرب الوجه ديالو كامل. محمد ضحية ديال الوالدين. وي خويا كنسمعك، شتي لي التليفون؟ والله الحبيب شو انا نكون من ضمن هاد الناس انا نكون اول المساهمين، لو ان هاد الاخوه اللي كيشاهدوا كاملين لو اننا نديروا غير 200 درهم لواحد او 100 درهم لواحد او 500 درهم لواحد او 50 درهم لواحد، ونصغبوا لهاد الوليد ووجهوا لوجه الله تعالى. الله يجعلك في ميزان حسناتك، هي الرسالة وصلت، الناس راه يسمعوك اخويا العزيز. انا نقول لكم ديروها هذه بادرة وما تعطيوهالوش هو ليدو. كلفوها شوفوا شي طبيب ديال التجميل وسيروا عنده ونجمعوا له داك الشيء اللي قسكم الله وصلحوا له وجهه، ربي غادي يصلح لكم الطريق ديالكم وغادي يصلح لكم الوليدات ديالكم. اللهم يسر، نتوكلوا على الله ان شاء الله، وحنا كاملين مع اخويا العزيز. هادي بادره زوينه ابتداء منك وابتداء من الناس اللي كيتفرجوا. راه خليت لكم رقم الهاتف، الله يجازيكم بخير، اتصلوا بمحمد راه ولدنا كاملين، محمد خونا كاملين. فينكم الجمعيات؟ فينكم المسؤولين؟ انا كنوضح غير نوضح وندق باب ديال الجمعيات. واش الجمعيات كتاخذوا فقط الدعم؟ علاش ما تخرجوش تعاونوا هاد الناس؟ اعاده ادماج السجناء. علاش ما تدمجوش محمد؟ علاش ما تعطيوش واحد المشاريع فين يخدم؟ اعاده ادماج. الله الله، ولكن لا ادماج لا مولاي بوي. مشاهدينا الكرام، محمد ولد الشعب، غادي نودعكم على ان نلتقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، الى اللقاء.